نعم، هنا في المنطقة الحدودية بافلي بول التي في هذه النقطة بالذات يفصلنا أقل من كيلومترين عن المسلحين الموالين لروسيا في هذا الاتجاه. فقط حتى تتضح الصورة أكثر سأحاول تقريب هذه الحواجز. هنا مثلا هذا الحاجز الذي ترونه هو حاجز للهيئة لمراقبة وقف إطلاق النار، بمعنى يمكن المرور منه لكن يجب إبلاغ هيئة مراقبة وقف إطلاق النار الأوروبية وهيئة السلامة والأمن الأوروبية التي تسهر على اتفاق مينسك بين الطرفين. نتحدث عن الاتفاق وقف إطلاق النار بين المسلحون الموالون لروسيا وبين الجيش الأوكراني. هيئة مراقبة وقف إطلاق النار تحركاتها كثيرة اليوم في هذه النقاط بسبب طائرة الدرون التي قصفت مركز للجيش الأوكراني مساء أمس. هناك سمعنا كذلك ذوي انفجارين هذا الصباح غير بعيدين عن هذا المكان. لغة الحوار على مستوى كييف صحيح أنها مطلوبة مع موسكو ولغة الدبلوماسية، لكن أمام ما تسميه أوكرانيا أو ما يسميه الجيش الأوكراني المسلحون الموالون لروسيا وخرقهم لوقف إطلاق النار وسيطرتهم على الأراضي، يعتبر الجيش الأوكراني أن الاحتلال الروسي يسيطر على مناطق دونباس في هذا الجزء، في هذا الجزء الشرقي، بمعنى أنه خلفي بأقل من 2 كيلومتر تبدأ المساحة للأوكرانيين للمسلحين الموالين لروسيا والذين يسيطرون على أراضي أوكرانية تعتبرها أوكرانيا أراضي محتلة من طرف الروس. وبالتالي أمام هذا الواقع يستمر في المنطقة نوع من الحشود العسكرية الروسية التي تنظر لها كييف نظرة مختلفة، تنظر لها أنها نظرة احتلال وتخشى أن تتوسع في هذا الاتجاه. نحن نتحدث في اتجاه الغرب. على الجهة الأخرى في العاصمة الأوكرانية كييف، وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قال أنه مع لغة الحوار، لكن كذلك قال أن على أوروبا أن تظهر أنه لا يمكن مس بسيادة الدول وأن للحلف الشمال الأطلسي سيادة ولحل الاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا كذلك. وقال أنه إذا مرت هذه العملية لروسيا مرور الكرام فإن الحلف الشمال الأطلسي سيظل دائما مهددا. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن أن أكثر من 1000 جندي سيتم نقلهم إلى رومانيا ونفس الاتجاه بالنسبة لفرنسا، وبالتالي يبدو أن كذلك حلف الشمال الأطلسي بدأ يستعمل نفس التحركات الميدانية التي تستعملها روسيا ونفس اللغة كذلك التي تستعملها روسيا، حيث يقول حلف الشمال الأطلسي أنه لن يتدخل في التراب الأوكراني ولن يهاجم روسيا إذا ما اجتاحت أوكرانيا، لكن ستدفع فاتورة قوية خاصة في مجال العقوبات.